النهاردة، بنحلم لبكرة. اهلا بكم مره تانية. انا برحب بضيفي وبكمل مع ضيفي الكاتب الكبير استاذ جمال غيتاني، اللي عاوز اشكره اللي جالنا وهو عنده بوادر برد. يعني انا بشكرك جدا انك شرفتنا رغم انك كنت حاسس انك مجهد، مش هثقل عليك. احنا بنتكلم في شجون مصريه، فهي كمان شوف حضرتك انت استخدمت تعبير انا كان على لساني. يعني انا اللي الاولويه دلوقتي اللي بتعنيني سلامه الدوله. نعم، سلامة الدولة المصرية. أنا لما بقول الدولة النظام جزء من الدولة. نعم. لكن الدولة بتعني الأرض والمية والشجر والناس والبشر، الموافقة والمعارضة، كل ده مع بعض. نعم. فسلامة الدولة المصرية لازم نحميها من أي احتمالات فوضى. التعبير اللي أنت نعم هو فوضى بالتحديد. وحضرتك بتتكلم عن المستقبل. النهارده كنت قاعد مع مجموعه من الناس في مجالات مختلفه، وكله بيتكلم على اننا نعيش في طريقنا الى فوضى، وان الخوف على مصر في المرحله القادمه من الفوضى، وان كل واحد عايز حاجه بيعملها، وان المؤسسات المصريه بدات مش هقول تتاكل، بس حد بيضرب فيها في قواعدها علشان يهزها. هل انت حضرتك شايف الصوره دي؟ شايف ان الواقع فعلا قد يقود الى فوضى محتاج رؤى مختلفة، ومن مين؟ فيه أولا روح قبلية في المجتمع. نعم. يعني مثلا الموضوع اللي كنت بتتكلم فيه الخاص بالقضاء والمحامين. نعم. ده بيعكس مسألة قبلية، والارتداد للمرحلة القبلية تخلف. نعم. يعني مصر كما ذكرنا أقدم دولة في المنطقة، فمؤسسات الدولة وتماسك الدولة لازم نحافظ عليه. نعم. يعني لازم كل القوى تعمل على في هذا الاتجاه. ده بيقتضي عدة أمور. أولا الحفاظ على الوحدة الوطنية. نعم. يعني في مشكلة لابد إن احنا نتفاداه ونشتغل. نعم. في اتجاه الوحدة الوطنية بمعنى المسلم والمسيحي. المسلم والمسيحي. تمام. تمام. المواطن المصري أصبح فيه شرخ، أنا شاعر بخطورته. ده واحد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين عدل اجتماعي. نعم. أنا إحساسي إن الحد الأدنى من العدل الاجتماعي مش موجود. الأدنى. نعم. يعني في قلة فيها ثراء مبالغ فيه، وفي أغلبية المستقبل بالنسبة لها غامض. نعم. عندك مشروع التعليم، يعني لما تمسك الفترات اللي نهضت فيها مصر سواء في الدولة الفاطمية اللي أسست الأزهر، أو محمد علي اللي بدأ مشروع التعليم، أو في فترة الستينات اللي ما تزال بتهاجم حتى الآن رغم كل الأخطاء اللي ارتكبت فيها، لكن كان فيه مشروع. طبعا. مشروع التعليم. طب التعليم اللي عندك النهاردة يودي على فين؟ وطول الوقت بيتكلموا فيه. اولا عندك تعليم بيخدم على نظام ما عادش موجود. يعني بيتخرج ناس ما بيلاقوش شغل يناسب ما درسوه. نمره اتنين اصبح عندك تكنيكالر. تعليم كندي وتعليم فرنسي وامريكاني وامريكاني. طب يعني ده رايح على فين؟ مشروع التعليم لازم يكون له الاولويه. في مصر، واخد بال حضرتك؟ الشيء الثالث او الشيء الرابع قدسية الحدود. قدسية الحدود يعني للأسف في اتفاقيات كامب ديفيد لم يعني في ثغرات منها ان المنطقة الحدودية ليست يعني معتنى بيها بالقدر الكافي. نعم. سيناء رجعت من سنة 81. نعم. حتى الآن ما تزال فراغ. اكتمل يطلعه. هذا الفراغ السياحي ده فراغ منشأة كرتونية. نعم. يعني لابد فيش استثمار بشري حقيقي. لابد يكون فيه بشر موجودين بيسدوا هذا الفراغ. نعم. المنطقة الشرقية دي. يعني حماية لها وحماية من أي تطورات في المستقبل. نعم. الأمر الثاني
أنا آسف. لا يا فندم خالص. هل ده ممكن يكون له علاقة فكرة الاستثمار البشري أو رؤية النظام إن مش آمن أو الإسرائيلي، إن فكرة السلام فكرة هشة مهما حصل ومهما كان؟ يعني يمكن فهمه، يمكن البحث عن تفسير. عندنا استثمارات وعندنا ناس بتدور على الفلوس وعندنا ناس بتستثمر بره، وهذه المناطق مناطق رائعة ومبهرة. شوف حضرتك، لا تزعجنا الكثافة البشرية. الكثافة البشرية ممكن تتحول إلى طاقة للإنتاج إذا أقيم العدل. يعني إذا وجد الحد الأدنى من العدل. وأنا خلاص يعني أنا تربيت على الأفكار الاشتراكية، بس العالم دلوقتي فيه متغيرات. لازم بنستوعبها. حتى الأسس اللي هي خاصة بالنظام الرأسمالي، يعني أنا لما شفت أمريكا عن قرب ده أنا قلت الله، الخلاف كان عليه من الاتحاد السوفيتي. ده في نوع من الانضباط، الدولة داخلة طرف. واخد بال حضرتك؟ إنما أنت عندك هنا مثلا فكرة الحساب اللي أنا بتكلم عنها، يعني لما يجي وزير تصارح حواليك، يعني اللي بيتقال اتهامات، في وزير خصص مليون متر لأحد أقاربه، ده لازم يوقف فورا إذا كان ده حقيقي. لا، إذا على الأقل يتم تحقيق. نعم. وهو بنفسه إبراء لذمته يتقدم للنائب العام. هو حصل رد في هذا الموضوع، الرد، ولكن هناك شبهة طول الوقت. الرد كوميدي. يعني يقول لك ما تمش التخصيص في عهده، وتم التوقيع، تم التنفيذ في عهده، وبعدين ما يذكرش الاسم، يذكر اسم شركة اسمها بالمهيلز. يعني ده نوع من التحايل. نعم. أنا عايز أدي ثقة. هو ده الشفافية أو الفصل ما بين الثروة والسلطة في مصر حتى الآن لسه ما توضعلوش ضوابط واضحة. ما توضعلوش. نرجع للنيل. أنا بقترح اقتراح يعني قد يبدو لحضرتك ويبدو للمشاهدين أنه يدخل في باب الخيال العلمي. المية اللي ماشية في النيل اللي بره ده رايحة على فين؟ رايحة على البحر. يعني فيه حوالي 4 مليار متر مكعب كل سنة. لازم نبتدي ننفذ مشروع نحول بيه مجرى النيل على منخفض القطر، فيصب النيل في الصحراء الغربية بدل ما يصب في البحر. ممكن تقول عليه مجنون، بس لا. طب كمل لنا وجهة نظرك. أنا هنعمل ايه بقى بالمية لما تروح منخفض القطر؟ هنبتدي مشروع ايه؟ اولا انت لاحظ ان المية اللي جالك هتنقص. طبعا سيبك من كل يعني انا بتمنى الجهود اللي بتتم السياسيه اللي بتتم انها تنجح، لكن في تطورات في دول الحوض يعني دلوقتي هم بيحاولوا يستغلوا الميه. نعم. ومش هتقدر توقف، ومش هيتم ده بعمل عسكري. ظروف العالم مش هتسمح، يعني زمن التجاريد انتهى. نعم. فلازم انت تبتدي تستثمر كل قطره بتوصل لك، تمنع يعني الإهدار اللي بيتم في البحر وتحوله للداخل. دي دعوة لازم يكون عندنا يعني تصور، عشان ما نعملش زي توشكا. لابد أن يكون هناك تصور للاستغلال. تمام. ويكون هناك استثمار حقيقي، مش تسقيع وبيع أرض المستثمرين العرب ياخدوها ويركنوها عشان يتاجروا فيها بعد كده. شوف حضرتك، في أخطاء ارتكبت. يعني المسؤول اللي اختار، أنا واحد من اللي تحمسوا لمشروع توشكا. نعم. لكن في عالم كبير بيعيش في الولايات المتحده، الدكتور رشدي سعيد، طبعا كان له اعتراضات وجيهه جدا اثبت الزمن انه كان صحيح. طيب الذي اقترح هذا المشروع واهدر فيما اهدر من رصيد 6 مليارات الاموال. نعم. هو تسمح لي، انا صرفت كل المليارات دي عشان اجي ادي 200 الف فدان لامير عربي في منطقه حدوديه. يعني منطقة حدودية. طيب لما يجيب لك شريك أجنبي كما نص العقد وتفاجأ بوجود مستوطنة على حدودك في الجنوبية. وما تنساش أن في الجنوب في مشاكل. طبعا. في مشاريع تقسيم وفي مشاريع دول جديدة، ومصر ليست بعيدة عن ذلك. جزء من حماية الدولة اللي أنا بتكلم عنه قدسية الحدود يدخل فيها هذا. تمليك الأجانب في مناطق حدودية لازم يكون له اعتبار. نعم. فـ
لكن انا عايز احاسب المسؤول اللي كان سبب في تشكي. هو صامت الان. نعم. يعني لا يتكلم ولا يخرج ولا يعمل، لكن من صاحب هذا الاقتراح ومن الذي نفذه؟ نعم. يعني اللي هو تحمس ليه وكان امانه انه ينجح طبعا، لكن انا بتكلم على الحفاظ على كل قطره ميه من خلال توجيه تحويل المياه الى منخفض القطاره. محمد علي بنى القناطر